أصبحنا أصبح الملك لله ولا إله إلا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. إحنا في سوق أبو هواش تبع المحمودية، ومعاكم قناة المونش. اليوم يوم 30/11/2023، وتعالوا نشوفوا أسعار العجول، الذكورة، اللحم البقري، مع المعلم حسين الساعي أبو أحمد، والمعلم صبر الساعي، والمعلم سعد الساعي، بتوع العطف المحمودية. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. صباح الخير أبو أحمد. صباحك ابيض. الحمد لله على السلامه ابو احمد. الف سلام عليك ابو احمد، الله يقويك ويشفيك ويزيد عنك يا رب. اللهم امين. كام الكيلو النهارده ابو احمد؟ جاي الكيلو النهارده 140. والله 140 جنيه الكيلو، جاي من المعلم حسين الساعي الله يبارك له، العطف المحموديه الله يبارك له. المعلم حسين راجل محترم، عنده مصداقيه بمرض الله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. ما صلاه النبي عليه يا جماعه. الله اكبر. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله، ربنا يبعد عنه وعننا البلاء يا رب. اللهم امين. اول واحد ده عامل ياما يا ابو احمد. انا بسال النبي يا محمد، تعالى بس عشان البام. ب 42. 42 بسم الله ما شاء الله. والاقتصاد ده يا ابو احمد 45. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. 42 بسم الله. عايزينه ضغط عامل مصلحه. الله يصلح حالكم وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اكل بس شارع مكوال مر. الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. مال صلاه النبي عليه ودوت ابو احمد. 43 والاقتصاد ابو احمد 54. 54000. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. والاثنين اللي هم تبع احمد 36 ونص. دي ب 36 ونص اللي في الحدود اهو، والثاني دي ب 40000. 40000. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه. كان 41000 و 40000. الله اكبر. ما حتى بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كلب. الله اكبر. اذكر الله اذكر الله حج علي. اللهم صل عليه كلب. بسم الله ما شاء الله. مال يا جماعه صلاه النبي عليه اول. ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي ياخذ المال دي ب 51. بسم الله ما شاء الله. يوان يا ابو احمد ده اهو 51000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كنب. واللي هنا ده يا ابو احمد ده اللي بتاعنا ده تبعكم دي 120000 متباعين اللي ورا. لما هناك ده ايوه دي 59000. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله دول يا ابو احمد دي والثاني متباعين ب 120000. 120 دوت وده يا عم محمود. عم محمود واخدهم الله يبارك له. راجل محترم الحاج محمود. انت زباينك محترم وانطرين محترم يا ابو احمد. بسم الله ما شاء الله. والوسطاني ده يا ابو احمد 59000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اللي عايز اللحمه السوبر عند ابو احمد الساعي الله يبارك له، المعلم حسين الساعي العطف المحموديه محافظه البحيره. ناس محترمين يا جماعه، عندهم مصداقيه بما يرضي الله. ادينا الرقم يا ابو احمد 012 012 2 146 146 19 20. الله يبارك لك يا ابو احمد ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اللهم صل عليك كلمه. بسم الله ما شاء الله. ماشي يا ابو احمد حاج علي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك كلمه. المعلم حسين الساعي يا جماعه ما بيشتغلش الا في اللحمه السوبر. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك له ويصلح حاله وحال الجميع يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كلب. اللهم صل عليه كلب. 140 جنيه الكيلو يا جماعه عند المعلم حسين الساعي. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كلب. صباح الخير يا معلمي. صباحكم ابيض. صباحك عادي. منين حضرتكم؟ ايه منين؟ إيه؟ ترمبات برسيل. ترمبات برسيل الله يبارك لكم. عامل ياما المحير الحلو دي؟ ايه عامل ياما؟ 48000. 40 قصر حول لبان يا صاحبي. 48 لبان. بسم الله ما شاء الله. 40000 يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. اشكر الله وقول لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اكبر الله اكبر. معكم حاجه غير وغني؟ الله يصلح حالكم. 40000 يا جماعه عجل صلاه النبي عليه الله اكبر. 300 كيلو لحمه. يعني عندكم عجول ذكور لحمه صعب لحد ده؟ الحوش مليان اللي انت عاوزه. ادينا الرقم. طيب اللي انت عايز بقى تجيب. ادينا الرقم. والله الرقم بتاع مليون. بسم الله ما شاء الله. 40000 يا جماعه الله اكبر.
ربنا يبارك للمال واصحاب المال. اللهم صل عليه كلمة. الله اكبر. قالك ما تصورش العيش، صور كله. لا صور الحاج محمد، صور كله. بسم الله ما شاء الله. يعني تقريبا كده يمزنوا كم جايم كده؟ 300 كيلو جايم. 300 جايم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليه كلمة. الله اكبر. الله اكبر. كام يا غالي الرقم؟ 012 012 2 3 9 6 9 6 5 1 5 1 6 0 6 0 ليش مطيق؟ محمد زغلول. محمد زغلول. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معلم الديب. صباح الفل يا غالي. السوق عامل ايه النهارده يا صاحبي؟ السوق حلو. في كلنا شويه. كيلو ماشي كام جاي من النهارده؟ ما عادش كيلوهات. ما عادش كيلوهات. 150 جنيه. العالم جالها هوس. ليه بس؟ هو قاعد يضربها توصل 150 جنيه. يضربها تحت وما يشتريش خالص. صح. بكلمك مشاهد. يعني ما حدش بيقول الحقيقة. ما عادش حد بيقول الحقيقة. الله يبارك لك يا ديب. والله ما عاد حد بيقول الحقيقة. ربنا يهدي. ربنا يهدي العالم يا ديب. ويصلح حال الجميع يا رب. اللهم صل عليك يا بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم يا رجال. كل سنة وانتم طيبين. تجار ولا جنية؟ جنية. بسم الله ما شاء الله. لبان ولا كسر حي؟ لبان. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عامل ياما يا صاحبي؟ عايزين 55. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. أنت كده رافع 10، أقول 45 معقول؟ لا لا صح يا معلم ولا لا؟ ها؟ العدالة أي؟ كمل أمان. الله وكيله شهيد بكام؟ والله جنية. ما هو جنية اتعمل آخر سعر كام يعني؟ يعني 47 48. عمل 47 48. ربنا يبارك لكم فيه ويصلح حالكم ويجعل صباحكم مبي. الله يصلح حالكم يا صاحبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. صباح الفل يا غالي. صباح العسل. تاجر ولا جناح؟ تاجر. عرفنا باسمك. محمد نظم البسيوني. المعلم محمد نظم البسيوني. منين يا صاحبي؟ من هنا من ابو هواش. من ابو هواش. من هنا. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. عامل ياما المحير ده حاج محمد؟ عامل يامي؟ 38 ألف ونص يا جماعة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله. ماشي كام الكيلو جاي من النهارده يا حاج محمد؟ يعني شغال 140 135. من 135 ل 140. بسم الله. بس مش في المحير، في اللحم. في اللحم. لكن المحير ده بنباع لبعض. المحير ده بنباع ب 20. يعني تقريبا يجي كم كيلو جام كده يا حاج محمد؟ يعني التقريب كده 270 كيلو. 270 كيلو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. روبوت روبوت. الله اكبر. اخره كام والله يا حاج محمد؟ والله البيع والشراء في هنا 38 ونص. 38 ونص. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. 38 ألف ونص يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. يعني موجود عندك عجول محاره يا حاج محمد لو حد عايز حاجه؟ طب ادينا الرقم يا صاحبي. 012 2 594 3311. الله يبارك لك. اي حد يتواصل معاك تابع قناه المواشي اليوم بالله عليك تعمل معايا. الله يبارك لك ويصلح حالك وحال الجميع يا رب. اللهم امين. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.